تتأهب كوريا الشمالية لإجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لآسيا. واشنطن توعدت بالرد على أي استفزاز كوري شمالي بعد أن أكدت تقارير استخباراتية أمريكية وكورية جنوبية أن بيونغ يونغ أنهت تحضيرات لإجراء تجربة نووية تحت الأرض وتنتظر الوقت المناسب لتنفيذها، وربما يتزامن ذلك مع زيارة بايدن أيضا. ويقوم الرئيس الأمريكي بزيارة هي الأولى من نوعها إلى منطقة شرق آسيا منذ توليه الرئاسة، يبدأها من كوريا الجنوبية ثم اليابان، وسيكون محورها مواجهة الصين. وهي زيارة تحمل وفق مراقبين رسالة تحذير واضحة إلى بكين في حال اتخاذ أي إجراءات ضد تايوان. الزيارة ستعرض استراتيجية الرئيس بايدن لمنطقة المحيطين الهند والهادئ، يمكن للولايات المتحدة أن تقودها في إطار العالم الحر وللرد على الحرب الروسية في أوكرانيا. بايدن يسعى أيضاً لحشد دعم لاستراتيجيته لمواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر تحالف أمني واقتصادي في إطار مجموعة كاد، كما سيحاول إقناع الهند باتخاذ موقف قوي حيال العملية الروسية في أوكرانيا. لقد أيقظت أزمة أوكرانيا حلفاءنا في آسيا، لا سيما اليابان وأستراليا، ولكن للمرة الأولى حقا في حقبة ما بعد الحرب حلفاؤنا في أوروبا وحلفاؤنا في آسيا يجتمعون معا ويدركون أن الوضع بات على المحك في التحدي العالمي للديمقراطيات من الدول الاستبدادية. ويستبعد مراقبون أن يأمر بايدن بإعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في شبه الجزيرة الكورية، وبدلا من ذلك سيسعى إلى تهدئة مخاوف سول بالموافقة على طلبها الحصول على أنظمة دفاع إضافية لمواجهة التهديد الصاروخي لكوريا الشمالية، وهي خطوة يتوقع أن تثير غضب بيونغ يانغ وبكين.